هذه هي الإمارات قديما، أرض قاسية وشعب يكافح من أجل بناء بلده. لكن رحلة لن تكن سهلة، فقد تطلب الأمر رؤية ثاقبة متطلعة لغد أفضل، وخطط معدة بعناية لتحقيق ذلك الطموح، وعزيمة قوية لا تعرف المستحيل. الله سبحانه وتعالى أخذ بأيدينا وأروانا طريق الصحيح، وأصبحنا قادرين أن نغير الصحراء إلى جنان. وهكذا، ومع مرور نصف قرن على نشأة الدولة، كان شكل الحياة قد تغير بشكل جذري، وما زالت الإمارات تطمح للمزيد. فلم تتوقف أعمال التطوير التي بدأها المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي قاد البلاد منذ بزوغ فجر الاتحاد عام 1971، وعلى مدار 33 عاما حتى نجح في تحويلها إلى درة الشرق. وعدنا أخواننا وشعبنا بوعد هو اعتماد معيشتكم وحاجتكم ورفاهيتكم ورقيكم. سارت القيادة بعده على ذات النهج لتواصل جهود البناء والتطوير المستمر للبنية التحتية التي تمثل العمود الفقري للتنمية بالدولة. ولهذا يشغل الإنفاق على البنية التحتية حيزا كبيرا من ميزانية الدولة، كونه يعد استثمارا مستداما، وهو ما يفسر لماذا تعد الإمارات الدولة الوحيدة في العالم التي تضاعفت ميزانيتها 291 مرة خلال 49 عاما، إلى جانب اعتماد القيادة الرشيدة 58 مليار درهم ضمن الميزانية العامة للاتحاد عام 2021 كمصروفات من أجل استكمال المشاريع الوطنية الحيوية، حيث بلغ الإنفاق على مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة بين أعوام 2016 و2017 و2018 نحو 1.277 تريليون درهم. وانعكست نجاحات الدولة في دخولها قائمة أفضل 10 دول تنافسية في العالم خلال عام 2020، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة وأيرلندا وفنلندا ولوكسمبورغ وألمانيا والمملكة المتحدة، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في حجز موقعها ضمن نادي العشرة الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وذلك لأربع سنوات متتالية منذ انضمامها لقائمة العشر الأوائل في عام 2017. حققت الإمارات إنجازات كبرى جعلتها في مقدمة دول العالم في جودة الطرق، وأصبحت كل إمارات الدولة مرتبطة بشبكة طرق متطورة وحديثة ذات مواصفات ومقاييس عالمية، جعلتها ضمن أفضل 7 دول على مستوى العالم في جودة الطرق وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي لعام 2019. باتت الإمارات تمتلك أيضا بنية تحتية مالية فائقة من خلال المراكز المالية الكبرى في أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى وجود أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية موزعة على جميع إمارات الدولة، ما جعل الدولة تتصدر المركز الأول في توفير مثل هذه المناطق على مستوى الشرق الأوسط. تأكدت النجاحات التي تحققت في مجالات البنية التحتية في تحقيق طفرات اقتصادية، فقد ارتفع عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية في الدولة إلى أكثر من 60,000 شركة مطلع عام 2021. وتقوم الشركات العالمية الكبرى في الإمارات بخدمة منطقة واسعة النطاق تمتد من وسط آسيا وصولا إلى غرب إفريقيا، بما يصل إلى أكثر من 2 مليار نسمة. أما كان ذلك ممكن بدون بنية تحتية فائقة للربط، وخصوصا بحرا وجوا، وهو ما تميزت به الإمارات منذ أواخر السبعينيات مع افتتاح ميناء جبل علي الذي يربط الشرق بالغرب، وبعدها في منتصف الثمانينيات مع إطلاق طيران الإمارات التي باتت اليوم أكبر ناقلة للرحلات الدولية. ثم جاء تأسيس شركة الاتحاد للطيران في أبو ظبي لتضيف ثقلا كبيرا لقطاع الطيران في الإمارات، وأصبحت واحدة من كبرى شركات الطيران في العالم بأسطول ضخم، سواء لنقل المسافرين أو شحن البضائع. ومن تأسيس الشركة عام 2003 تنامى أسطول الشركة ليصبح من بين الأحدث في العالم، حيث بلغ أسطول الاتحاد مع نهاية 2019 101 طائرة، 95 طائرة ركاب و6 طائرات شحن، وبلغ عدد
وجهات الشركة 76 وجهة، وفي 2019 بلغت إيرادات الشركة 5 مليارات و600 مليون دولار. أبلغت قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الطيران نحو 270 مليار دولار، وقامت بتطوير مطارات دولية باستثمارات ملياريه لتنافس اقدم واكبر المطارات الدوليه في العالم، حيث احتلت المراكز الاولى في اعداد المسافرين الدوليين، كما انها كانت بوابه العبور لملايين الشركات في العالم. وحصلت الدوله على المرتبه الثانيه عالميا والاولى عربيا في مؤشر جوده النقل الجوي وفق تقرير كتاب التنافسيه العالميه 2020، واستطاعت ان تغير معايير ومنظومه الخدمات اللوجستيه، واصبحت تملك افضل شركات الطيران العالميه، حيث تمكنت من ربط العالم من شرقه إلى غربه ليتم نقل أكثر من 120 مليون مسافر سنويا عبر مطارات الدولة من خلال أكثر من 830 ألف حركة جوية في أجواء الإمارات. ونالت كذلك المركز الأول إقليميا في مؤشر الأداء اللوجستي وفق تقرير البنك الدولي، وجودة النقل البحري وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي. وأسهم الموقع الجغرافي المتميز في بناء موانئ متطورة بطاقة استيعابية تتعدى 50 مليون حاوية سنويا. وفضلا عن ذلك، فلدى الدولة شركات وطنية تدير أفضل الموانئ العالمية، بحيث أصبحت جزءا رئيسيا من خطط الملاحة العالمية وموقعا إقليميا لكبرى شركات اللوجستية العالمية. لم تكن مشاريع تطوير البنية التحتية العملاقة نوعا من الرفاهية، بل كانت بمثابة رافعة للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي للتنمية في البلاد، كما أن كفاءة تنفيذ تلك المشروعات وانعكاسها على اقتصاد الدولة وجني ثمارها جعل الإمارات تتصدر قائمة أفضل الدول في البنية التحتية، حتى تفوقت على دول كبرى ظلت لسنوات هي الأفضل في العالم بلا منافس. Our economy is number one in the world, but infrastructure ranks number 13. You'll find better roads, bridges, airports, broadband in the United Arab Emirates than in the United States.